ازيكم؟ طبعا اللي يشوف دلوقتي الوصفة دي هيقول دي وصفة معقدة جدا، انتي ايه اللي انتي بتعمليه ده؟ لا لا انا مش هكمل الفيديو وهقفل، عشان انتي شكلك ايه، هتصعبيها علينا وهتفزلكي في المكونات ومش هنلاقيها عندنا. بس عايزة اقول لكم، لا الوصفة سهلة جدا ومكونات موجودة عندنا في كل بيت. انا فكرت كتير قوي اسميها ايه، يعني انا ما لقيتلهاش اسم غير تشيز بودينج او مهلبية الجبنة. هي سهلة جدا وزي ما انتم شايفين كريمية وطعمها تحفة، وعايز اقول لكم سريعة جدا، اللي هو لو جالكم ضيوف حرفيا ممكن تعملوها في ساعة او نص ساعة بالكتير. اول حاجة المكونات بتاعتي معايا شريحتين من الجبنة دي، ممكن تستخدموا جبنة كيري المربعات، ممكن تستخدموا اللي هي الجبنة القابلة للدهن، اي نوع جبنة، المهم ما تبقاش نسبة الملوحة فيه عالية. ومعايا الحليب والنشا والسكر. المكونات بالظبط هتلاقوها في صندوق الوصف. هحط الحليب والنشا والسكر واقلبهم كده على البارد الاول. بعدين هرفعهم على نار هادية واقعد برضو استمر في التقليب. واول ما القوام بتاعي يبقى تقيل بالشكل ده، انزل بشريحتين الجبنة واقعد اقلب لحد ما الجبنة تدوب. الصراحة حبيت يبقى لونها اصفر شوية عن كده، فحطيت لون اصفر بودرة، لون طعام اصفر، ممكن تستغنوا عنه وتسيبوها لونها ابيض كده عادي، ورشة فانيليا. طبعا الوصفة دي لو عندكم الزعفران هتبقى حلوة قوي معايا، بس انا ما عنديش الصراحة. بدل اللون الاصفر تحطوا زعفران، هيبقى طعمها تحفه، تقريبا هيوديها في حته تانية كده، بس جربوها بالزعفران اللي عنده زعفران. وبس كده زي ما انتم شايفين القوام تحفه كده. كده القوام واللون بتاعي بقى مظبوط وبرفكت. هدهن بقى القالب بتاعي او البوله او اي حاجه انتوا عايزين تحطوها فيها، هدهنها زيت دهنة بسيطة كده خفيفة مش كتير. وبعدين انزل بالخليط بتاعي. عايزة اقول لكم بتبرد بسرعة جدا، فانتوا يعني ايه لو هتفردوها افردوها في الوقت ده، يعني لو هتفردوها بسباتيولا افردوها في الوقت ده. انا عشان اتأخرت شوية، يعني وديت حلة بتاعتي الحوض وكده، فرجعت تاني عشان افردها عشان ما يبقاش في حتت عالية وحتت واطية، معرفتش جمدت. وهغطي وشها كده بالراب، وبعدين هدخلها التلاجة يعني حوالي نص ساعة، يمكن أقل من نص ساعة، وهتبقى جامدة معانا أصلا، يعني تبقى قابلة بقى للتقديم والتقطيع وكل حاجة. هقلبها شكلها تحفة وهي مقلوبة. هزوقها نص سكر بودرة ونص شوكولات بودرة أو كاكاو بودرة سوري. عايز أقول لكم بقى التزيين ده براحتكم، ممكن تزينوها بالفستق البودرة، ممكن تزينوها بالمكسرات، ممكن تزينوها بشوكولاتة سايلة تبقى حلوة برضو قوي. بس كده زي ما انتم شايفين شكلها يجنن، وعايزة اقول لكم هتعجب الاولاد جدا بجد، اتمنى تجربوها ان شاء الله تعجبكم. لو عجبتكم بقى ما تنسوش اللايك والسبسكرايب للقناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بفيديوهاتي. وشكرا لكم ولدعمكم معايا، مع السلامة. عايز اقول لكم بقى انا بعد ما دقتها حسيت ان انا لو كنت ضفت فوق، يعني بعد ما حطيتها في البوله ضفت عليها طبقه من البسكوت اللي انا مغرقاه في الحليب شويه، اللي انا مغمساه في الحليب، واحطه يعني اغمس البسكوت بتاعي في الحليب واحطه فوق، وبعد كده اسيبهم يبردوا مع بعض واقلبهم، انا حسيت ان هي توديها في حته تانية، هيبقى طعمها حلو قوي. هي مش تبقى تشيز كيك بس هيبقى طعمها احلى كمان. شو اقول لكم اكتر من كده، اتمنى تجربوها وتقولوا رايكم في الكومنتات.